بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. نبدأ رسالة الأخ عاطف علي مقيم في الرياض، يقول: بالنسبة لرؤية الموتى في المنام، هل لها دلالات؟ وهل تنفذ ما عندما يرى الإنسان بعض الأشياء أو بعض الطلبات من في المنام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الرؤيا منها ما هو حق، من ذلك رؤية الأموات في المنام وما يحصل منهم أحيانا من طلب الأشياء وصية أو غيرها، أو أمرا بسداد ديون عليهم أو ما أشبه ذلك. الأمور الصحيحة المفيدة تنفذ، التي فيها مصلحة للميت، فيها مصلحة للميت، هذه تنفذ. وأما قضية ما عدا ذلك، قضية أنهم يأمرون بعبادة أو يأمرون بتشريع، هذا لا يجوز، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع. لا يؤخذ بالرؤى في العبادات وإحداثها والمنامات. إن بعض المخرفين يقول إن المحل الفلاني رؤي فيه فلان، رؤي الولي الفلاني محل كذا وأنه قال كذا، هذا باطل، فيعبدون هذا المكان ويذهبون إليه ويتبركون به، هذا من الباطل. يعني رؤية تجر إلى باطل وهي من الشيطان، ليست صحيح. أما الرؤية التي فيها منفعة للميت، هذه تنفذ استحبابا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أنا أسكن في البادية، وفي العام الماضي يا شيخ أفطرت في رمضان 13 يوم وقصرت في القضاء، فما الحكم وأنا أريد التوبة الآن، ماذا يلزمني؟ عليك بالتوبة إلى الله والندم والعزم أن لا تعود، ثم أيضا عليك القضاء، عليك قضاء ما أفطرت، أنه واجب في ذمتك، تركته من غير عذر شرعي، عليك التوبة والاستغفار بصدق، عليك قضاء الأيام التي أفطرتها. يسأل عن يا شيخ الوارد في رفع اليدين، ما هي مواطن رفع اليدين؟ وهل ترفع بعد الفريضة؟ وهل لابد من عند الدعاء من رفعها؟ ليس هناك حصر للمواضع التي ترفع فيها اليدين في الدعاء، وإنما الأصل استحباب رفع اليدين في الدعاء، إلا المواضع التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، مثل الدعاء بعد الفريضة، مثل الدعاء في صلاة الشهود الأخير، الدعاء في الركوع والسجود ترفع الأيدي بها. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. الأخ إبراهيم تقول: بالنسبة لأخذ الأظافر والشعر عند دخول العشر من شهر ذي الحجة، في يوم الخامس تقول: نويت الأضحية فلم أأخذ، أخذت من أظفاري وشعري، فهل هذا جائز؟ إذا كان قبل نية الأضحية لا بأس، أما إذا كان بعد ما نويت الأضحية فهذا محرم، منهي عنه. من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. تسأل عن السنة لمن حاذ الحجر وهو يطوف، وكذلك عند الصعود وللصفا والمروة، ماذا يقول؟ إذا حاذ الحجر ولم يتمكن من استلامه وتقبيله يكتفي بالإشارة ويقول الله أكبر، يقول بسم الله الله أكبر. تقول الشيخ: وعند الصفا والمروة ما هو الدعاء؟ لم يعين دعاء، ولكن ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله على الصفا والمروة، ويكثر من التهليل وذكر الله عز وجل فوق الصفا والمروة، ثم يدعو: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. يقول السائل: يا شيخ، قرأت في كتاب أن من أراد الحج أو أراد عمرة أن يصلي ركعتين ويستقبل القبلة ويدعو
ويرد الأمانات إلى أهلها، هل هذا وارد؟ نعم ورد أنه إذا أراد حاجة أنه يصلي ركعتين ويدعو الله بعدهما لقضاء حاجته. وأما رد الودائع والأمانات هذا واجب، حتى ولو لم يرد حاجة واجب عليه على كل شيء. يسأل عن عمرة الطفل الصغير دون التميم، إذا أراد أهله له العمرة يا شيخ هل تجزي؟ تكون تطوعا، نعم لا تجزي عن عمرة الإسلام، لكنها تكون تطوعا له ولوالديه، هو له تطوع ولوالديه الأجر في ذلك. الأخت أسماء صلى الله عليه وسلم لما رفعت لهم رأى صبيا قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الأخت أسماء تقول يا شيخ هل يجوز أن تصلي المرأة صلاة الاستخارة عن أختها المريضة على السرير، وما صفة صلاة الاستخارة؟ الاستخارة لا تدخلها النيابة، صلاة الاستخارة الصلاة عموما لا الفريضة ولا النافلة لا تدخلها النيابة، لأنها عمل بدني، لأنها عمل بدني. فالمريضة تصلي على حسب حالها وهي على فراشها، تصلي ركعتين كما تصلي الفريضة على فراشها إذا عجزت عن صلاتها على غير الفراش صليها. وكذلك إذا أرادت أن تصلي ركعتي الاستخارة صليها على حسب حالها وتدعو بعدها ولا يناب عنها في ذلك. أحسن الله إليكم. الأخ أبو عمار له مجموعة من الأسئلة، يقول أرجو عرض أسئلتي على الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. يقول من جاء والإمام في التشهد الأخير ماذا يفعل؟ إن كان يرجو أو يغلب على ظنه أن يأتي أن يصلي معه فينتظر حتى يأتي أناس آخرون فيصلون جماعة، لأن جماعة المسجد فاتتهم. وإن كان لا ينتظر أحدا ولا يرجو أحدا يأتي فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بصلاته يدرك الفضيلة، فضيلة المتابعة للإمام. يقول الشيخ إذا حج الإنسان ولم يحصل له مشرع في الحج نظرا لتيسير الحج هل يؤجر على حجه؟ نعم. يقول إذا حج الإنسان ولم يحصل له مشقة في الحج هل يؤجر على حجه؟ نعم مو لازم المشقة، إذا أدى المناسك على الوجه المطلوب يسر الله له ذلك فليحمد الله، يحمد الله على التيسير وعلى التسهيل، وحجه مقبول بإذن الله إذا أخلص النية وأدى المناسك على الوجه المشروع ولو لم يحصل له مشقة. هذا الأخ السائل إبراهيم يقول أمي تقوم بأمري بأن لا أذهب إلى بيت أهل والدي، هل أطيع الأم بهذا؟ إذا كان في هذا محذور الذهاب لأن عندهم فساد أو أفكار سيئة أو يلقنونك أفكار سيئة أو تتأثر بهم أو هم يضيعون الصلاة أو عندهم منكرات فلا تذهب إليه حتى ولو لم تمنعك أمك، إذا منعتك أمك فهذا زيادة تأكيد. أما إذا كان ليس عندهم بأس وذهب إليهم لا يترتب عليه ضرر فإنك تطلب من والدتك المسامحة وتقنعها في ذلك تذهب إليهم. الأخ السائل يقول هناك أشخاص شيخ من يهتمون بالحج والعمرة ولكن قد يضيعون باقي أركان الإسلام، لا يقبل منهم حج ولا عمرة إذا ضيعوا الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني، لذلك إذا ضيعوا العقيدة وأشركوا بالله ودعوا غير الله ذبحوا لغير الله واستغاثوا بغير الله لا يقبل منهم حج لأنهم ليس لهم عقيدة، أو ضيعوا الصلاة ليس لهم صلاة التي هي عمود الإسلام. كذلك الذي لا يصوم رمضان يجحد وجوبه ولا يصومه ليس له حج إذا جحد وجوب رمضان، لأن الحج هو آخر الأركان قبله أربعة أركان. أخيرا يقول الشيخ بالنسبة لدعاء ختم القرآن ما حكمه وهل كان معروف عند السلف؟ دعاء ختم القرآن كان السلف يفعلون، كانوا يجتمعون عند أحدهم إذا أراد أن يختم القرآن يدعو وهم يؤمنون على دعائه، وهذا شيء معروف عند السلف. بالنسبة للوسواس القهري في الطهارة إذا ابتليت فيه المرأة الشابة هل تؤجر عليه؟ لا تصاحب الوسواس أو تستسلم له، إليها أن تركضه وتتركه وأن تستعيذ بالله منه، نسأل الله الشفاء والعافية، ولا تستسلم له تقول أنا أصبر على الوسواس، هذا سبق في جواب قريب. هل تكفي سورة الفاتحة في الصلاة بدون سورة بعدها؟ نعم الفاتحة ركن، رأس ما تيسر بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين هذا مستحب، إذا اقتصر على الفاتحة صحت صلاته، وإذا قرأ بعدها ما تيسر من القرآن فهذا أفضل. جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله يقول بالنسبة للميت هل يجوز أن يصلى على الميت أكثر من صلاة؟ لا مانع، لأن هذا دعاء، دعاء له أو بحاجة إلى الدعاء. سؤاله الثاني يقول عن مدة الوقت الذي يفصل بين أذان الجمعة الأول والثاني. قدر ما يتمكن الناس من التهيؤ لصلاة الجمعة والذهاب إليها إذا كانوا يأتون من مسافة فيؤذن لهم ويكون بين الأذانين فترة، مكن الناس من التهيؤ والذهاب وحضور الصلاة.
صلاة الجمعة. جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ صالح هذا السائل بالنسبة للبس الثياب الضيقة للمرأة وهي في صلاتها، وكذلك الرجل عند لبسه للبنطلون في أدائه للصلاة، اللباس الضيق الذي يصف أعضاء البدن هذا لا يجوز لأن فيه فتنة، وأيضا المصلي يتضايق في الركوع والسجود منه ولا يتمكن من الركوع والسجود والجلوس على الوجه المطلوب، والمرأة أشد لأن المرأة فتنة، الفتنة بها أشد. لا تلبس البنطال صلي فيه، بل لا تلبسه مطلق لا في الصلاة ولا في غيرها، لأن بحاجة إلى الستر وبحاجة إلى ما يغطي عليها ويكون واسعا فضفاضا. لباس المرأة يكون فضفاضا واسعا ولا يكون ضيق، لا يكون شفافا يرى ما وراءه، لا يكون قصيرا لا يغطي على الجسم، لا يكون فيه تبرج زينة تجلب الأنظار، يكون لباسا عاديا لا يلفت النظر، هذا عند الخروج. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول شيخ، رجل مع زوجته يدخل بينهما الشك والظن بين فترة وأخرى في حياتهم الأسرية، فما هو الحل في نظركم لاستقرار الأسرة؟ الحل أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ومن الظنون السيئة، ولا يصدق الوهم والشكوك لأن هذا من الشيطان. يقول السائل، انتشرت في وقتنا الحاضر شيخ وسائل الاتصالات والكمبيوتر، وبدأ الناس يبيعون ويشترون عن طريق الانترنت بحيث يتم تحويل المبلغ قبل قبض السلعة، ما رأي الشيخ في ذلك؟ مأجورين؟ يجوز أنه إذا باع واشترى صدر الإيجاب والقبول أنه يتم البيع سواء مباشرة أو بواسطة الهاتف أو مكاتبة، مهم إذا صدر الإيجاب من البائع والقبول من المشتري أي وسيلة كان، ويدفع الثمن أيضا لا بأس، إنما لا يتصرف في المبيع حتى يقبضه، لا يتصرف فيه حتى يقبضه ثم أنه يسلم الثمن فلا مانع من ذلك. يقول بعض الناس ابتلاني الله بهذا الأمر، كان يقول ابتلاني الله بهؤلاء الأولاد، هذه العبارة يا شيخ ما رأيكم فيها؟ نعم، هو ابتلاء من الله جل وعلا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة إلينا ترجعون، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار، لا شك هذا ابتلاء من الله، فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع، وأن يقوم بالواجب نحو أولاده وأمواله، وأن لا تصد أمواله وأولاده تلهيه عن ذكر الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا شيخ. بالنسبة يعني لانحراف الأولاد عن جادة غريب، هل هي عقوبة من الله على الوالدين؟ وما الأسباب المعينة على استقامتهم على الطريق والنهج القويم؟ انحراف الأولاد سببه التربية السيئة والإهمال من الوالدين، يجب على الوالدين أن يهتم بتربية أولادهم، أن يأمروهم بالصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم بالمضاجع، يربون أولاده. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالتربية لها أثر كبير في انحراف الأولاد إذا كانت سيئة، إذا كانت صالحة لها أثر كبير في صلاحهم. يقول السائل الشيخ، ما الضابط في رفع الإمام لصوته في الصلاة؟ قدر ما يسمع المأمومين، الضابط بقدر ما يسمع من خلفه، أما ما يزيد عن ذلك واسطة المكروفونات اليوم يزعجون الناس، يزعجون المساجد القريبة والبيوت، فإن هذا لا يجوز، هذا أذى ولا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما رأى الصحابة يصلون في الليل ويجهر بعضهم يجهرون، قال لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ أبو عمار يقول، بالنسبة للشخص الذي يحس في قلبه قسوة، فما أفضل الأشياء التي تلين القلب ويكون القلب سليما؟ الأشياء التي تلين القلب القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، كذلك ذكر لين القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل يا شيخ عن تذكية الميت والثناء عليه سواء في المجلس أو بعد الدفن، إذا كنت تعلم صلاحه واستقامته تثني عليه وتدعو له، أما إذا كنت لا تدري عنه فلا لا تذمه ولا تمدحه. يقول، أيهما أكثر أجرا، الحج نفلا أم أن أحج عن جدي المتوفى ولم يحج؟ كونك تؤدي فريضة عن قريبك أو عن أخيك المسلم أفضل من أن تحج نافلة لنفسك. يسأل يا فضيلة الشيخ هذا الأخ سوداني ومقيم بالقصيم عن البدع، هل هي مراتب والدرجات وكيف يحافظ المسلم على السنة؟ لا شك أن البدع مختلفة
مختلفة ومتفاوتة، بعضهم أشد البدع الشرك بالله عز وجل، دعوة غير الله، الاستغاثة بغير الله، أشد أنواع البدع، البناء على القبور، العناية بآثار الصالحين وزيارتها والتبرك بها، هذا أشد البدع، لأنه إما شرك وإما وسيلة إلى الشرك. ذلك البدع في العبادات، أن تحدث عبادة ليس لها دليل من كتاب السنة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة في العبادات تكون بدعة أصلية، يعني يحدث عبادة ليس لها أصل، أو تكون بدعة إضافية، يعني تكون العبادة أصلها مشروع لكن يخصصها بوقت أو بعدد لم يرد دليل على تخصيصه. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: إذا دخل الإنسان الإسلام ولم يتمكن من العمل ومات فورا، فما الحكم وهل يعذب على ترك العمل؟ من نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه، حكمنا بإسلامه، أمرت أن أقاتل، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم، وحسابهم على الله. فمن قال لا إله إلا الله قبلنا منه، ثم ننتظر، فإن أتبع ذلك بالعمل كمن عليه أنه مسلم حقا، وإن قالها ولم يعمل ولم يصلي ولم يزكي ولم يعمل شيئا حكمنا بأنه غير صادق في قول لا إله إلا، لأنه لم يعمل بها، نحكم عليه بالردة. إذا ترك شيئا متعمدا أو جحد شيئا ما علم ثبوته من الدين بالضرورة، جحده وأنكره، إنه يحكم بردة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ صلاح من الطائف له مجموعة من الأسئلة، يقول: ما هي الطرق التي تساعد على حفظ القرآن وتبيته؟ تعاهده وكثرة تلاوته، ترديده، هذا مما يعين. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. كذلك العمل به، قيام الليل بالقرآن ما يثبته في حافظة وذاكرة المسلم. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، لأولاد أعمارهم 10 سنوات و9 سنوات و7 سنوات، تخاف عليهم الوالدة أن يصلوا في المسجد ويصلون في البيت، ولا تأمرهم أبدا أن يذهبوا حتى يوم الجمعة إلى المسجد، تقول: أخاف عليهم. هذا تصديق من الشيطان، هي في بلاد المسلمين ومع المسلمين تأمرهم بالصلاة في المسجد، وإن كانوا يذهبون مع والدهم أو مع أخيهم أو مع أحد يحافظ عليهم هذا أحسن. يقول: ما حكم السفر لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الدعاء المشروع في ذلك؟ لم يرد حديث صحيح للسفر لزيارة قبر الرسول ولا غيره من القبور، إنما زيارة قبر الرسول لمن كان بالمدينة، إما من أهلها وإما قادم إليها، يسلم على الرسول أول ما يقدم ولا يتردد على قبر الرسول كل ما دخل أو كل ما أراد يروح يسلم على الرسول، في أول ما يصل إلى المدينة يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث التي وردت في خصوص السفر لزيارته فكلها باطلة ولا حجة فيها، كما نبه على ذلك كبار الحفاظ من أهل العلم. أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤال للأخ بلال، يقول: بالنسبة لحكم الصلاة مع المسبوق، وهل هي أفضل من صلاة المنفرد، وما كيفيتها؟ المسبوق لا تدخل معه فيما بقي عليه من صلاته، التمس آخر صلي أنت وياه، أو واحد جالس قد صلى ويقوم يصلي معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا يصلي معه. أما أنك تدخل مع إنسان مسبوق هذا لا أعلم له أصلا، وهو مأموم، والمأموم لا يكون إماما. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر من الإذاعة الخارجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.